تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تختتم منافسات مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد بإقامة مسابقة النخبة وسيف النخبة على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. هذا ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بكافة المشاركين من الدول الخليجية متمنيا سموه للجميع التوفيق والنجاح. وأكد سمو أن مسابقة النخبة وسيف النخبة ستكون مثيرة وقوية، خصوصا أنها ستجمع أبطال الفئات السابقة التي أقيمت طوال الفترة السابقة، مبينا سموه أن مسابقة الصقور والصيد كانت ناجحة في الأشواط السابقة. وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة عبدالله القعود وكافة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة. يذكر أن سيف النخبة للحرار والشواهين وسيف النخبة للجيرات سيقام على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمشاركة ملاك وسقارين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بدول الخليج العربية. هذا وقد اختتمت منافسات أشواط الخليجيين بمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد، حيث استطاع الإماراتي خالد مذكر الشافي من الفوز بالمركز الأول في منافسات جيرات الشواهين، فيما حصد فريق النخبة الإماراتي لقب شوط الشواهين بعد منافسات قوية شهدتها المسابقة.